السلام عليكم. في فجر الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، أرسل الرئيس الروسي آنذاك جوزيف ستالين حوالي 500,000 جندي عبر الحدود الغربية الروسية من أجل غزو فنلندا. وخلال 3 أشهر نشبت العديد من المعارك بين البلدين، فيما أصبح يعرف لاحقاً بحرب الشتاء. وفي خاتمة مثيرة للدهشة، خرجت فنلندا الصغيرة آنذاك مقارنة بحجم دولة روسيا منتصرة في حرب الشتاء هذه. وهذا كان بدون شك بفضل مزارع صغير تحول فيما بعد إلى قناص فتاك، وعرف فيما بعد باسم تيمو هاياها. من أجل هذا الغزو والاجتياح الروسي لدولة فنلندا، اعتقد ستالين، الذي أرسل عددا من القوات وصل إلى 750,000 رجل، أن النصر على فنلندا سيكون حليفه لا محالة، بل سيكون نصرا سهلا وفي متناوله، ذلك أن الأرقام بين البلدين كانت بعيدة كل البعد عن كونها مقارنة، فلم تتجاوز أعداد الجيش الفنلندي سوى 300,000 جندي مع مجموعة من الدبابات تعد على أصابع اليد، حوالي 100 طائرة عسكرية فقط، بينما كان الروس يملكون ضعف ما كانت تحوز عليه فنلندا في كل شيء تقريبا، بالإضافة إلى 6,000 دبابة وأكثر من 3,000 طائرة حربية. فبهذه الأرقام لم يكن هناك ببساطة أي داع يدعو لخسارة الروس في هذه الحرب، غير أن الفنلنديين كانوا يملكون شيئا لم يكن الروس يملكونه، وهو القناص سيمون هاياها. لم يكن سيمون رجلا مخيفا مثل ما قد تتخيلونه، بل إنه كان بعيدا حتى عن كونه في متوسط حجم الرجال العاديين، فلم يتجاوز طوله 150 سنتيمتر، غير أنه كان دائما ما يساء تقديره، وهو الأمر الذي جعل منه أكثر من مناسب لعمليات القنص، تماما مثل جميع المواطنين الفنلنديين. خدم سيمو في الجيش مدة سنة كاملة قبل أن يعود إلى مزرعته ليعيش حياة المزارع الهادئ التي ألفها، وكان من بين هواياته اصطياد الغزلان، كما كان معروفا بين سكان منطقته ببراعته الفائقة في استخدام بندقية القنص وإصابة الأهداف من مسافات بعيدة جدا، غير أنه لم يكن له أي داع يدفعه لاستظهار مهاراته تلك بعد، إلى أن ذلك تغير مع قرار ستالين بإرسال قواته لغزو فنلندا. وكرجل عسكري سابق تم استدعاؤه للجيش مرة أخرى، وقبل الالتحاق بالمعسكر أخرج سلاحه القديم المفضل من مخبئه، وكان سلاحه هذا عبارة عن بندقية روسية الصنع من طراز قديم غير مجهزة بعدسات تكبير. لدى الالتحاق بصفوف الجيش الفنلندي أعطي هاياها على غرار جميع رفاقه في الجيش بزة تمويه بيضاء اللون تماما، وهو ما كان ضروريا جدا للاندماج مع الخلفية الثلجية للمنطقة. وبمجرد التجهز بمعداتهم الضرورية وبدلات التمويه البيضاء، أصبح بإمكان الجنود الفنلنديين الاندماج بسهولة مع المنظر الطبيعي للمنطقة، متسلحا ببندقيته القديمة المفضلة وبعض الذخيرة. عمد هاياها إلى العمل وحيدا مثل ما كان يفضل، فتزود بمؤونة يوم واحد من الغداء والماء، وتسلل خلسة داخل الغابة، وبمجرد أن وجد نقطة تسمح له برؤية شاملة للمنطقة، استلقى أرضا بين كثل الثلوج منتظرا قدوم الجنود الروس ناحيته. خلال المدة التي استغرقتها حرب الشتاء التي دامت حوالي 100 يوم، تمكن هاياها من قتل بين 500 إلى 542 جندي، وكل ذلك تمكن من القيام به ببندقيته القديمة تلك، بينما كان رفاقه في الجيش الفنلندي يستعملون بنادق حديثة مزودة بعدسات تكبير حديثة تخولهم من التركيز أكثر على أهدافهم. كان هاياها
يخوض حربه الخاصة بواسطة بندقيته القديمة المفضلة، متسلحا فقط بنظره الثاقب، كما كان قد لاحظ أنه بالنسبة للعديد من أهدافه التي نجح في إصابتها كان السبب الرئيسي وراء انكشاف موقعهم له هو انعكاس ضوء الشمس على عدسات التكبير التي كانت مجهزة بنادقهم بها. خلال تلك الحرب تمكن هاياها من تطوير طريقة تمكينه تقريبا من جعل نفسه متخفيا بشكل كلي، وجعلت رصده أو رؤيته من طرف جنود العدو أمرا مستحيلا. فإلى جانب بزة التمويه البيضاء التي كان يرتديها، كان هاياها يجمع كتلا من الثلج ويضعها حول موقعه حتى يتخفى بشكل أكبر. وعندما كان يستلقي في موقعه منتظرا مرور عساكر العدو، كان يضع قطعا من الثلج في فمه حتى يوقف خروج البخار ناتج عن تنفسه منه، وبذلك ابتكر طريقة أخرى يتجنب من خلالها الكشف عن موقعه. خلال تلك الحرب داع صيت هاياها بين جنود الروس الذين لقبوه بالموت الأبيض، حيث كان يستحيل رصد رؤية هذا القناص الصغير الحجم عندما يتخذ موقعه بين كثل الثلج. وعندما سمعت القيادة العليا للجيش الفنلندي بخبر هاياها وإنجازاته في تلك الحرب، منحته جائزة تتمثل في بندقية قنص جديدة كليا مصممة وفقا لتفضيلاته الشخصية. لسوء الحظ، وقبل 11 يوما من انتهاء حرب الشتاء، تعرض سيمو أخيرا لطلق ناري، حيث كان أحد الجنود الروس قد رصد موقعه وأطلق رصاصة أصابته في فكه، مما أدخله في حالة غيبوبة دامت 11 يوما، ولم يستفق من تلك الغيبوبة إلا بعد أن وقع الطرفان المتنازعان اتفاقيات السلام، واستفاق مع نصف وجه مفقود، إلى أن تلك الإصابة لم تثنيه عن المضي في حياته بشكل طبيعي. وعلى الرغم من أن فترة التعافي استغرقت منه وقتا طويلا، إلى أنه تعافى منها تماما وعاش ليصل عمره 96 سنة. استمر هاياها بعد انتهاء الحرب باستعمال مهاراته في القنص ببندقيته المفضلة، وأصبح أفضل صائد غزلان في المنطقة، حتى أنه كان يخرج بصحبة الرئيس الفنلندي أور هوكي كونان في كل رحلات الصيد التي ينظمها.